إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الركن الثاني من أركان الإيمان أيها الإخوة هو الإيمان بالملائكة فأركان الإيمان كما تعلمون الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالملائكة ركن من هذه الأركان من جحد الملائكة من جحد هذا الركن فليس له إيمان والملائكة خلقوا من نور كما قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم يعني من طين كما ذكر الله عز وجل رواه مسلم وليس لهم يعني ليس لهؤلاء الملائكة من خصائص الربوبية والألوهية شيء وهم عالم غيبي قال الله عنهم عباد مكرمون ليس لهم من خصائص الإلهية أو الربوبية شيء بل عباد مكرمون وهم عالم غيبي عددهم كثير لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى منهم حملة العرش ومنهم خزنة النار خزنة جهنم ومنهم الحفظة الكرام الكاتبين وغيرهم وغيرهم كثير وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا كثرة عددهم أنه يصلي منهم كل يوم في البيت المعمور يعني في السماء السابعة يصلي منهم كل يوم 70,000 لا يرجعون إلى يوم القيامة يعني كل يوم 70,000 ملك جديد قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وآية كثيرة ذكر الله فيها الملائكة ومما يبين لنا عظمة خلق الملائكة بعض الأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح متفق عليه يعني في خلقته التي خلقه الله عليها له 600 جناح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث أو أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه يعني ما بين شحمة أذنه وكتفه مسيرة 700 عام مسيرة 700 عام أخرجه أبو داود Le deuxième pilier, chers frères et sœurs des piliers de la foi, c'est la croyance en les anges. Et les anges sont des créatures invisibles, créées de lumière, qui adorent Allah Ta'ala
ils n'ont aucune caractéristique de la seigneurie ou de la divinité. Allah Ta'ala les a créés de telle sorte qu'ils soient complètement soumis à son ordre. Il leur a donné la force de l'appliquer, c'est-à-dire d'accomplir cette adoration. Ils sont très nombreux et seul Allah Ta'ala connaît leur nombre exact. Ils ne consomment aucune nourriture, ne dorment et ne se reproduisent pas. Ils sont d'énormes créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans des exemples. Par exemple, Gabriel, il l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il avait 600 ailes. C'est-à-dire dans la créature qu'Allah lui a donné, la vraie créature. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'un des anges, des porteurs du trône d'Allah Ta'ala. Il a dit, la distance entre le lobe de son oreille et son épaule est de 700 ans. 700 ans de marche. 700 années de marche. والإيمان بالملائكة أيها الإخوة يتضمن أربعة أمور. يتضمن أولا الإيمان بوجودهم. نؤمن بأنهم موجودون وقد أخبر عنهم الله تعالى وأخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبما نعلم من خلقتهم. يعني لا نقول كما يقول بعض الزائغين الضالين أنهم فقط قوة لا ندري كيف هي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم لنا كما في الأحاديث التي سمعتم. إذن الإيمان بوجودهم، والثاني الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل عليه السلام، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن بهم إجمالا، يعني نؤمن بالملائكة جملة. والثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ما سمعتم أنه رآه على صفته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، يعني أعطاهم الله القدرة للتحول إلى رجل، كما حصل لجبريل حين أرسله الله عز وجل إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا. وكذلك جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، جاءه على صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان الحديث الذي تعرفونه وعن الساعة. فانطلق، فلما انطلق قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وكذلك الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم وعذب قوم لوط، جاءوا على صفة رجال، على صورة رجال. La foi ou les anges comporte quatre points. Premièrement, la foi ou leur existence. Et ça, c'est cité dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit par exemple, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Deuxièmement, la foi en ceux d'entre eux dont nous connaissons les noms, tels que Jibril alayhi salam. Il est cité dans le Coran, Jibril, Mikaïl, l'ange de la mort, tout cela on en croit à leur nom. Et ceux dont nous ignorons les noms, nous croyons en eux de façon générale. Troisièmement, la croyance en leurs caractéristiques que nous connaissons, comme les caractéristiques de Jibril. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous avez entendu, a dit qu'il a vu Jibril alayhi salam, il avait 600 ailes qui couvraient le ciel. Un ange peut se métamorphoser sur ordre d'Allah Ta'ala pour prendre la forme humaine.
comme cela est arrivé à Jibril lorsqu'Allah l'envoya à Marie et qu'il se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Et aussi lorsqu'il vint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était assis avec ses compagnons, il vint sous la forme d'un homme aux habits très blancs, aux cheveux très noirs, sur lequel les traces du voyage n'étaient pas visibles. Il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé de lui dire qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, la foi, qu'est-ce que l'ihsan, etc. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. De même les anges qu'Allah ta'ala a envoyé à Ibrahim alayhi salam et Lot avaient pris l'apparence d'être humains. Allah ta'ala leur a donné cette force, c'est-à-dire cette capacité de prendre l'apparence des êtres humains. الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها التي كلفهم الله تعالى بها بأمره سبحانه وتعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فطور كما قال الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام فهو أمين الوحي يرسله الله إلى الرسل ومثل ميكائيل الموكل بالقطر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمطر والنبات ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور يوم البعث وهؤلاء يعني هؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أعظم الملائكة وهم موكلون بأسباب الحياة لذلك جاء ذكرهم فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب وميكائيل أو ميكال موكل بالقطر الذي به حياة الأرض بعد موتها وإسرافيل موكل بالنفخ في الأرواح بعد الموت يعني بعد موتها ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار وقد ذكره الله عز وجل قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك ومثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام الذين الملك الذي يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها خلقهم الله تعالى وجعلهم علينا حافظين يكتبون الحسنات والسيئات عن اليمين وعن الشمال قعيد كما قال الله عز وجل وقال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت عندما يوضع في قبره يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه وغيرهم يعلمهم الله تعالى La foi en la quatrième point, c'est-à-dire concernant les anges, la croyance en les anges, la foi en leurs œuvres que nous connaissons et qu'ils accomplissent sur l'ordre d'Allah Ta'ala, comme sa glorification et son adoration jour et nuit, sans fatigue ni répit. Il y a parmi ces anges aussi certains d'entre eux peuvent avoir des fonctions particulières. Par exemple, Jibril alayhi salam qui est chargé de la révélation faite de la part d'Allah à ses prophètes et ses messagers. Mikaïl qui est chargé de la pluie et des plantes. Israfil qui est chargé de souffler dans la trompe lorsque sonnera l'heure de la résurrection. L'ange de la mort qui est chargé de recueillir les âmes au moment de la mort. Malik qui est le gardien de l'enfer, il est cité dans le Coran. Les anges chargés des fœtus dans les matrices. Les anges chargés d'enregistrer et d'écrire les œuvres des fils d'Adam. Chaque personne a deux anges, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les anges chargés d'interroger le mort lorsqu'il sera placé dans sa tombe. Deux anges viennent le questionner au sujet de son Seigneur, de sa religion et de son prophète. يقول الله عز وجل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول
وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الإيمان بالملائكة أيها الإخوة له ثمرات جليلة على المؤمن وأركان الإيمان كلها لها ثمرات فالإيمان بالله يثمر يدخل به العبد الجنة والمؤمنون ينصرهم الله تعالى إلى غير ذلك من الثمار والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات عظيمة منها العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه فإن عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق شفنا كيفاش وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذوك الملائكة مخلوقات عظيمة فكيف بخالقها سبحانه وتعالى الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ومنهم من يكتب أعمالهم فالظالم مثلا كل ما يكتبش الظلم ديال الظالم غادي يتنسى ولكن الملائكة يكتبون هذا الظلم ولا ينسون وغير ذلك من مصالح بني آدم الثالثة محبة هؤلاء الملائكة على ما يقومون به من عبادة الله لنعرفوا بأنهم يعبدون الله تعالى فإننا نحبهم ونعرف أنهم يدعون للمؤمنين ويستغفرون لنا فنحبهم يقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فالملائكة يدعون للمؤمنين وإذا آمنا بوجود هؤلاء الملائكة معنا استحيينا من الله تعالى واستحيينا منهم ونترك المعاصي قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون La croyance en les anges, chers frères et sœurs, apporte d'importants bienfaits aux croyants, parmi lesquels la connaissance de la grandeur d'Allah Ta'ala, de sa puissance et son pouvoir, car la grandeur d'une créature témoigne de la grandeur de son Créateur. Deuxièmement, la reconnaissance envers Allah pour l'attention qu'il accorde au fils d'Adam, car il a chargé certains de ses anges de leur protection, de l'écriture de leurs œuvres, et de bien d'autres choses dans leur intérêt, sachant aussi que les anges demandent toujours pardon aux croyants. Et c'est pourquoi ça nous donne aussi l'amour de ces anges pour l'adoration d'Allah qu'ils accomplissent et le pardon qu'ils demandent à Allah Ta'ala pour nous. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ولا تنسوا أيها الإخوة أن تعينوا إخوانكم في هذا المسجد فهو إن شاء الله في مصلحتكم ومصلحة أبنائكم et n'oubliez pas de soutenir vos frères pour
continuez et terminez la construction de votre mosquée. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.